كاس عالم للانديه معناه بطبيعه الحال ان كل الفرق المتنافسه او المشاركه فيه كلها اقوى من بعض. بالتالي انت شايف الى اي درجه الاهلي عنده فرصه، والاهلي برضو فريق كبير وما يقلش عن كل الفرق دي، ولكن احنا بنتكلم على مدارس كرويه مختلفه. طبعا انت جايب ابطال القارات كلها متجمعين في بطوله واحده مكثفه، ففرص النادي الاهلي شايفها رايحه لفين؟ هو احنا لو هنتكلم على المباراه بقى الاولى، هي المباراه اللي هي بوابه عبورك لنصف النهائي، بتتكلم على فريق الدحيل، فريق قوي، فريق مش ضعيف، فريق بس ما يميزك انت ان انت رايح ممثل عن قاره افريقيا، يعني خدت بطوله افريقيا بعد مشوار طويل جدا من الصعوبات، وبالتالي انت رايح فريق قوي جدا، ليك هيبتك صبر لموشين، المدير الفني اتكلم عن ده، اتكلم انك قالك اغلب لعيبه الفريق النادي الاهلي بيمثل المنتخبات، لو بتكلم على النادي الاهلي لعيبته اللي بتمثل منتخبات مصر، ثم علي معلول في تونس، ثم اليو ديانج في مالي، فعندك لعيبه دوليين عندهم خبرات كبيره جدا، بطوله مش غريبه على النادي الاهلي، حتى ولو في كل يعني معظم اللعيبه ما شاركتش قبل كده، انما انت النادي نفسه الصوره نفسها مفيش غربه مع البطوله اتكررت دي. اصلا اللعيبه دي منهم كانوا صغيرين في السن، كانوا بيحلموا بده، انما كانوا بيحلموا بحاجه هم شافوا المكان اللي هم فيه كان موجود فيه قبل كده، وبالتالي هو عارف انه عليه عبء كبير، مش حاجه اسمها تمثيل مشرف، هو عارف ان النادي خد البرونزيه قبل كده، انا المفروض والطبيعي عليا والطبيعي مني ان انا اوصل فين؟ اوصل على الاقل نصف النهائي، ده التارجت الاولاني، فاكيد ده حاطط مسؤوليه عليهم وهم حاسين ده كويس.